هنالك علمان يجب أن نهتم بهما أكثر. العلم الأول علم الفقه. علم الفقه بمعناه الواسع لا بمعناه الضيق المتداول. ما هو علم الفقه؟ الشاعر يقول: موضوعه فعل مكلفين، غايته الفوز بعليين، في المنظومة المعروفة. فعل المكلف هذا موضوع علم الفقه، وفعل المكلف عنوان يستوعب الحياة طولا وعرضا. فعل المكلف يبدأ مما قبل الولادة ويمتد إلى ما بعد الموت، هذا طولا. وعرضا يستوعب الحياة كلها، كل فعل يصدر من المكلف. علم الفقه يوجه هذا الفعل، هذا هو المعنى الحقيقي لعلم الفقه، والمعنى الواسع لعلم الفقه. يجب أن نهتم تم بعلم الفقه بهذا المعنى الوسيع. هذا المعنى الوسيع يشمل الفرد، يشمل المجتمع، يشمل السياسة، يشمل الاقتصاد، يشمل الاجتماع، يشمل علم النفس. أي ظاهرة في الحياة لها تعلق بفعل المكلف، علم الفقه يرتبط بها. علم الفقه يحتاج إلى عناية. صاحب الجواهر رحمه الله 40 عام من عمره أو أكثر أو أقل صرفها لكتابة الجواهر. يعني الفقه بحر. الوالد رحمه الله كان يقول الجواهر يحتوي على حوالي 250,000 فرع فقهي. هذا البحر الذي له بداية ولا توجد له نهاية. أحد العلماء كان يقول، أحد العلماء الكبار كان يقول: إحنا ركضنا طول عمرنا ركض ولم نصل إلى شيء. الذين لا يركضون إلى أين يصلون؟ علم الفقه مو علم هي. العلم يقول: أعطني كلك أعطك بعضي. هذا هو العلم الأول الذي يحتاج إلى عنايتنا واهتمامنا وأن نصرف أوقاتنا فيه. علم الفقه يحتاج إليه الطالب المبتدي، ويحتاج إليه مرجع التقليد. السيد البروجردي رحمة الله تعالى عليه، المرجع المعروف اللي كان في مدينة قوم، في بعض الليالي كان يقف ويطالع حتى لا يأخذ النوم، يقف ويطالع، وفجأة يجد أن المؤذن أذن أذان الفجر. الله، علم الفقه يحتاج هالشكل رجال. صاحب العبقات ولو هذا في مجال آخر كان يقف ويطالع إلى أن يتعب.
إحنا هذه الآثار التي نراها وراها جهود عظيمة ضخمة معاناة، لا تظنوا أنه هؤلاء ما كانت عندهم معاناة، كان يقف يطالع على أن يتعب ثم يقعد يطالع إلى أن يتعب ثم ينام على أحد الجنبين ويطالع إلى أن يتعب، ينقلب إلى الجنب الآخر ويطالع إلى أن يتعب، ينام على ظهره ويطالع إلى أن يتعب، ثم كان قد شد من السقف حبال خيوط بطريقة معينة، كان يعلق الكتب فيها لأن إيده بعد ما كانت عندها قدرة تمسك بالكتاب، ويطالع إلى أن يتعب. هذه المعاناة وراء العبقات، تلك المعاناة وراء الجواهر، تلك المعاناة وراء كتاب الغدير، وراءها معاناة. أحد العلماء يقولون شاف ابنه يريد أن ينام، قال له: ما هكذا ينام العلماء؟ قال: وكيف ينام العالم؟ قال: هكذا. وضع كتابه أو دفتره أو قلمه ثم أغفى قليلا لحظات أو دقائق ثم استيقظ، قال: هكذا ينام العالم. الجواهر الآن اللي يحكم الحوزات العلمية من 200 عام إلى هذا اليوم ما نشأ من فراغ، وراءه مثل هذه الجهود. إذن العلم الأول الذي يجب أن نهتم به ونركض إلى 80 عام، علم الفقه. العلم الثاني علم العقائد اللي يقال له علم الكلام. علم العقائد علم مهم جدا، لأن العقيدة تمثل البنية التحتية اللي تبنى عليها جميع البنى الفوقية، وبالذات في هذا العهد الآن في عهد العولمة، الأديان والأفكار والمذاهب والنظريات كلها موجودة في غرفة ولدكم وصديقكم، حدود بعد ماكو. من الذي يتمكن أن يقف؟ من الذي يتمكن أن يقاوم؟ من الذي يتمكن أن يميز الصحيح من الباطل والحقيقة من الزيف؟ العالم. علم العقائد، طبعا علم العقائد مو على منهج اليونان وطريقة الحلول والاتحاد ووحدة الموجود وما أشبه ذلك، لا، علم العقائد على منهج أهل البيت صلوات الله عليهم. هذان العلمان، علم الكلام القديم، علم الكلام الجديد. الآن علم الكلام الجديد موجود ويتموج إلى بلادنا من بلاد الغرب، هذا يحتاج إلى ركض على قول ذلك العالم، ويحتاج إلى جهد، ويحتاج إلى عناية، ويحتاج إلى بذل الوقت. بالله بمحمد علي بفاطمة بالحسن بالحسين بالأئمة بالأطهار.